تمام الآلية قلنا قلب طفل تمام ولم يرتابه. رقم اتنين لم يرتابه. اتفضل. الارتياب هو الشك. الارتياب هو الشك. معناه معايا الشك أي يعني الشك ده أصلا إحنا مخنا ديزايند على الشك أصلا. اللي هو الظن ولا ده حاجة؟ لا الشك اللي هو إنك ما إنك أنت للوهلة الأولى أما بتعرفي شيء ما بتشوفيش حقيقته. معايا بتحتاجي إنك أنت تشغلي مخك علشان توصلي لحقيقة الشيء. معايا بحكم محدودية الحواس اللي ربنا اداها لنا وعلاقتها بالزمن محتاجة لزمن عشان نوصل للإدراك الكامل، فإحنا بنبدأ بالشك وبعدين الشك بيتحول ليقين. معايا يجب طبعا طبعا يجب ان احنا نوصل بالظبط، بس يجب ان نهايته تكون الحسمة. يجب علينا ان احنا نحسم امرنا معايا وما نرتدش ما نرجعش لورا. خلاص انت مريت بمرحلة من الشك في الامر، بعد كده بتوصل لمرحلة الحسم، انتهى الامر خلاص. هنا بنسميه بناء العقيدة، العقدة، الحسم، الوصول للقناعة الراسخة اللي هو الرضا. لا 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 القناعة تجاه أي شيء، القناعة الراسخة تجاه أي شيء، تجاه أي أمر في حياتنا. تمام كده؟ هتفهمين أكتر من اللي جاي، هوضح أكتر مع اللي جاي. فده الشك الإيجابي اللي هو بيوصل للقناعة الراسخة والحسم. الشك الصعب جدا اللي هو الشك المزمن بقى. الشك المزمن اللي الإنسان ما بيحسمش فيه أمره، اللي هو لا بيروح كده ولا بيروح كده وبيعيش بحالة من الازدواجية. الأضداد، الأضداد، المتناقضات تجتمع جوه نفس ذات الشخص. الارتياب من أهم صفات المنافقين ودول معروف مصيرهم. عدم الارتياب هو من أهم صفات المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يرتابوا. ولم يرتابوا. أنا برجع بقى هنا، هو يعني الشك في احنا في الازمه وفي المحنه كل حاجه بتتهز، الثوابت جوانا بتتهز، انا بشوف كل اللي حواليا، الارض تحتينا بتتهز، العالم حوالينا بيتغير، اما الابتلاء ومحنه ازاي؟ هنا بقى عدم الارتياب بقى. انا مش هتكلم كتير، انا هختار ايه من ايات الذكر الحكيم بتقول يا ايها الناس ان وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن وعد الله حق. الجزء ده من الآية في حاجة، في اتنين، فيه واعد. أيوة طبعا. ووعد. فيه واعد، الوعد هو الله، الله سبحانه وتعالى، وفيه وعد. هنا اللي نقصده عدم الارتياب، لم يرتابوا، عدم الشك لا في الوعد ولا في الوعد. انا هنا لازم اعرف الوعد ولازم اعرف الوعد. ايوه. طب لما اعرف الوعد واعرف الوعد ما شكش ولا ارتاب لا في الواعد ولا في الوعد. خلصت. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. هو مين اللي بيبشر هنا؟ الله جل شأن. الله، ما هو ده الوعد. الوعد بشر الصابرين، يبقى انا واثق في الوعد. معايا؟ يبقى انا بتكلم عن ان عدم الارتياب لا في الواعد ولا في الوعد. الناس اللي محنتها وابتلاءها ظلم مثلا، عشان برضو نقرب الصوره، الناس اللي محنتها وابتلاءها في الظلم، تعال نفنط الظلم، يا اما انه ظالم لنفسه او لغيره او للاثنين، يا اما انه مظلوم، مش كده برضو؟ طب لو ظالم لنفسه او لغيره او الاثنين، يتذكر ايه؟ ايه الوعد؟ يتذكر ايه الوعد اللي يذكره هنا؟ يرجع للآية اللي بتتكلم عن سيدنا آدم، عن آدم وحواء. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هم اعترفوا بظلمهم لنفسهم وطلبوا المغفرة والرحمة وتوقعوا إن لو لم يتم الاستجابة هيكونوا من الخاسرين. طب نروح لآية تانية، سيدنا يونس. تفضل. سيدنا يونس وهو في بطن الحوت ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. وكملي بقى الآية بقى. إذن هنا في اعتراف أهو وفي وعد من الحق تبارك وتعالى. ده اللي أنا بتكلم فيه، الثقة، عدم الشك، عدم الارتياب لا في الواحد ولا في ال متهيألي دي وضحتها جدا. ولا في... تعالي لو هو مظلوم بقى، لو المبتلى ده هو المظلوم، تمام، عدم الارتياب لا في الواعد ولا في الوعد. فوضوا أمري إلى الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تمام كده. الآيات كتيرة هنا بعرف أنا، ما هو ده، ما حسبنا الله ونعم الوكيل وفوضوا أمري إلى الله، كل دي آيات ثقة فيها مظلومية، فيها شخص ظلم. فأنت واحد اتظلم أول فكرة بتيجي في باله إيه؟ الانتقام.
الغل. هو بيقول وأفوض أمري إلى الله، بيقول حسبي الله ونعم الوكيل. طب انت خلاص، ما انتهينا بقى. لما بقول عدم الارتياب يبقى انا بقول العبارة حاسسها على يقين بيها مؤمن بيها، هنا هتكون علاج، هنا هتكون العلاج اللي انا في اشارة من رب.